Allez les étudiants pour prendre les gâteaux de Macron français. Trop simple et délicieux. C'est la matière de macroéconomique. Icon 200 ans. Je vous souhaite un ton agréable et intéressant. Dr. Hussain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En harde, je vais vous parler chapitre 8, FI, Course Econ 201. Je vais parler aujourd'hui avec vous. على application تطبيق the cost of taxation أو تكلفة الضرائب هنبص مع بعض على الأسئلة اللي احنا لازم نجاوب عليها في الشابتر دي In this chapter, look for the answer to these questions عايزين ندور على إجابات الأسئلة الآتي أول سؤال عندي How does a tax affect consumer surplus, producer surplus and total surplus? هنشوف إزاي بتأثر الضريبة على فائض المستهلك consumer surplus و producer surplus فائض المنتج والtotal surplus الفائض الإجمالي السؤال الثاني what is the dead weight loss of a tax? طبعا لو ترجمنا ترجمة حرفية للترم ده dead weight اللي هو الوزن يعني الميت خلاص او خساره الوزن الميت للتاكس ولكن احنا عايزين نفهمها بعد إذن حضراتكم في الشابتر ده هي كده dead weight loss of tax ونشوف إزاي نعملها representation تمثيل على الرسم البياني على الدايجرام بتاعنا، فهنعرف فيه دلوقتي ترم مهم جدًا 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 إسمه ال dead weight loss of tax ممتاز تمام جدًا بعد كده الأسئله إللي بعد كده وهي يبقى عندي dead weight loss of tax أو الخساره بتاعت الوزن الميت للضريبه. تمام طيب وهنا فهمها طبعا بطريقه ايكونوميكال اقتصاديا وبمعادلات وبرسومات بياني بعد كده في سؤال what factor determines the size of its of this dead weight loss ايه هي العوامل اللي بتحدد حجم ال dead weight loss او الوزن الميت للخساره تمام وهاو does tax revenue depend on the size of the tax وازاي بتكون ضريبة الدخل بتعتمد على حجم الضريبة المفروضة تمام دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها في الشابتر بتاعنا نبدأ مع بعض ونقول هنا أول جزئية هنتكلم عليها في ريفيو فروم شابتر 6 هنعمل مراجعة بسيطة كده على حاجة قلناها في شابتر 6 أو في فصل 6 وهي الآتي إن أول حاجة ايه هي التاكس ايه هي الضريبه هنقول والله ان الضريبه درايف a wage between the price buyer pay and the price seller receive طبعا لو ترجمت حرفيا ويج يعني اسفين او او يعني معنى ثاني يعني مشكله بعمل مشكله فهنقول ان التاكس دي بتعمل مشكله مش هنقول يعني اسفين بقى درايف a wage يعني تعمل مشكله between the price buyer ان السعر اللي بيشتريه المشترون أو بيدفعوا المشترون، السعر اللي بيدفعه المشترون price buyer pay و price seller receive والسعر اللي البائعين بيستقبلوه وبياخدوه. طيب. raise the price buyer pay and lower the price seller receive وغالبًا الضريبة دي بتعلي السعر اللي بيدفعه المشتري وبتقلل السعر الذي يستقبله وياخدوه البائع. طيب. الضريبة بتعمل إيه كمان؟ reduce quantity bought and sold بتقلل كمية البضاعة أو السلع المباعة bought خلاص وsold مباعة وبوت المشترى تمام؟ these effects are the same whether the tax is imposed on buyer or on seller. So we don't make this distinction in this chapter. هنقول إن التأثيرات دي بتكون متساوية سواء إن الضريبة تم فرضها على ال buyers المشترين أو السيلرز البائعين. So we don't make this distinction in this chapter. عشان كده مش هنعمل التفرقة دي في هذا الفصل. اوكي؟ يبقى دي مراجعة سعيرة سريعة على التاكس والضريبة. طيب نبدأ نشوف effect of tax أو تأثيرات الضريبة. effect of tax. equilibrium with no tax. لو كان أنا عندي توازن في السوق بدون وجود ضريبة. البرايس بتاع الـ equilibrium P.E يعني سعر التوازن P.E كوانتيتي بتاعة كيو QE كمية التوازن، دي موجودة هنا؛ آدي الكيو QE، وآدي اي PE، PE يعني price of equilibrium، وQE هي كوانتيتي of equilibrium، تمام، بعد كده هنبص عندي، أنا شايف قدامي بمنتهى الوضوح منحنى الديماند demand الطلب، ومنحنى العرض السبلاي supply، طب تمام، دلوقتي حصل بسبب ظروف معينة الحكومة فرض الضريبة size of tax بقيمة t في الحالة دي الكوانتيتي الإيكليبريوم تقل وتبقى كوانتيتي بتاعة التاكس الكمية بسبب وجود الضريبة في الحالة دي لما تلمس منحنى الطلب تديني تديني pb يعني ال price اللي هيدفعه الباير وee ال دي هتتلاقى مع منحنى العرض الأس السبلاي وتديني سعر الـ P.S. أو الـ price اللي هياخده السيلر وهلأ هنا في فرق بين الـ price اللي بيدفعه الـ buyer والـ price اللي بيستقبله السيلر البائع أنا عندي هنا لازم أكون فاهم أن الفرق بين الـ price بتاع الـ buyer والـ price بتاع السيلر هو دلتا التاكس اللي هي بتي دولار ايكليبريم وستاك طب اللي نعمل توازن بسبب وجود الضريبه بقيمه تي دولار بير يعني تي دولار على كل وحده مباعه هنقول ان الباير باي بي, بي يعني المشترين بيقوموا بدفع البرايس بتاع الباير والسيلر البائعين بيريسيف بيستقبل وبياخد السعر البي اس اللي هو البرايس بتاع السيلر والكوانتيتي بتاعه دلوقتي بسبب وجود التاكس اسمها الكيوتي زي ما انا شرحت بتلمس الايه المنحنى الدي ومنحنى الاس عشان تديني البي بي والبي اس ممتاز يبقى عملنا علاقه بين وجود ضريبه ووجود حاله توازن في السوق ممتاز نكمل تفصيلات اكتر في سلايد أربعة بنقول دلوقتي ان الـ Revenue فروم تاكس وده سؤال مهم جدا ان العائد اللي عائد على الحكومه من وضع الضريبه هو تي دولار تايم كوانتيتي بتاعت التاكس يعني السعر قيمه الضريبه في عدد الوحدات اللي تم تصنيعها او بيعها او شرائها في السوق اللي هي كيو تي تمام طيب هنقول ان السايز اوف تاكس هو لما عندي كيو تي دي بتلمس المنحنى الاس العرض وتلمس منحنى العرض الطلب لحظه تلمس منحنى الطلب بتديني برايس بي, بي. إيه عندي بقى اللي هو المستطيل الاحمر ده هو السايز اوف تاكس او حجم الضريبه وده بيبقى عباره عن ايه؟ لينكس تايم ويتس اللي هو الاتي التي دولار هو ده الهايت او ارتفاع المستطيل والعرض او قاعده بتاعت المستطيل اللي هي كيو تي اللي هي تبقى هنا تمام يبقى T dollar time QT يديني revenue from tax أو العائد بسبب وجود الضريبة تمام بعد كده أنا هتكلم على نقط نظرية مهمة جدا وهي بتقول الآتي effect of tax أو تأثيرات الضريبة أول حاجة أنا هكون مركز عليها Next, we apply welfare economics to measure the gain and losses from tax. بعد كده أول مرحلة دلوقتي القادمة في عملية الشرح بتاعتنا إحنا عايزين نطبق رفاهية الاقتصاديات أو انتعاش الاقتصاديات تمام to measure the gain and losses from tax عشان نقدر نقيس المكاسب والخسائر بسبب وجود الضريبة. We determine consumer surplus, producer surplus, tax revenue, and total surplus with and without the tax. هنحاول نحدد دلوقتي ونحدد مع بعض وسوا consumer سيربلس او الفائض المستهلك سي اس وبروديوسر سيربلس فائض المنتج بي اس والتاكس ريفينيو العائد من الضريبه والتوتال سيربلس اللي هو الفائض الاجمالي وذ with اند without the تاكس بوجود او بدون وجود الضريبه التاكس Tax revenue can fund beneficial services. لازم نعرف إن العوائد من الضرايب بتستطيع تمويل بعض الخدمات اللي بتحقق مكاسب للشعب وللجمهور وللناس. إي جي مثال Education Road Police، زي التعليم والطرق والخدمات الأمنية والشرطة اللي بتحمي الممتلكات والناس. So we include it in total surplus عشان كده بن, 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 بنضمنها في عملية التوتال total surplus العوائد بتاعة الضريبة بنضمنها في الفائض الإجمالي. ممتاز، بعد كده نشوف رسم بياني في سلايد ستة وهو بيكلمني على الـ Effect of tax. تمام، تأثير الضريبة، اتفقنا مع بعض أنا عندي هنا، أنا عندي كمية التوازن مع سعر التوازن، عندي الكمية اللي أنا بسبب وجود ضريبة هتلمس لي الـ هنا. وتلمس للسبلاي هنا ويبقى عندي الايه المساحات الاتيه مساحه اللي هي دي عندي المثلث اللي فوق واسوى اسميه A وافهمكم ده ايه ودي مهمه جدا ثم عندي المساحه اللي هي F اللي هي بتاعه المثلث ده وافهمكم دي بنرمز لها بايه ثم عندي المساحه اللي هي B ودي مهمه جدا ثم عندي المساحه بعد اذنكم اللي هي دي وعندي مساحتين تانيين مثلثين يعني اللي هم اي خلاص وبعد كده عندي اللي هو سي اوكي يا جماعه تمام يبقى عندي اي بي سي دي اي e, اف بي ودي مستطيلين اي مثلث سي مثلث اي e مثلث اف مثلث نركز بقى مع بعض وزاوت تاكس بدون وجود ضريبه ايه هو الكونسيومر سيربلس او فائض ودي مهمه جدا 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 بالذات في امتحانات الفاينل الكونسيومر سيربلس هنا في الحاله دي هو اي بي سي يبقى كل المثلث كله بقى يركز معايا جدا 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 اعملها مثلا بلون مختلف المثلث ده اي بي سي شايفين هو ده الـ consumer سيربلس او فائض المستهلك بينما مغيرين كده المثلث بتاع البروديوسر سيربلس اللي هو دي E, F دي E, F اوكي يبقى ده المثلث بتاع فائض المنتج طب ايه التاكس ريفينيو هنا ما فيش تاكس يا جماعه يعني ما حطيتش تاكس وذاوت تاكس بدون ضريبه يبقى التاكس ريفينيو او عائد الضريبه صفر تمام تمام طب في الحاله بتاعتنا دي عايزين نعرف ايه هو التوتال سيربلس بمنتهى السهوله جدا التوتال سيربلس يا جماعه الخير هو عباره عن الكونسيومر سيربلس بلس البروديوسر سيربلس يعني التوتال سيربلس او الفائض الاجمالي عندنا هنا اللي هو فيبقى فائض فائض المستهلك زائد فائض المنتج يعني بالاخر هيبقى كل الاريات دي اللي عندي A B C D E F هو ده التوتال سيربلس كل ده بدون وجود ضريبه يلا نطبق ضريبه يا دكتور حسين يلا نطبق ضريبه ونشوف برسم بياني اللي احنا في المنهج ده بالذات بنهتم جدا بالرسومات البيانيه بنقول الراجل ده حط ضريبه يلا يا دكتور يلا يا دكتور حطينا ضريبه فالكميه اللي هتنتج بسبب وجود الضريبه وهتلمس لي هنا برايس باير وبرايس سيلر سعر السيلر مع السبلاي وسعر الباير مع الديماند هيظهر لي هنا ايه بقى دلوقتي هيكون الكونسيومر سيربلس هو المثلث اللي فوق ده ما فوق البرايس بتاع الباير لحد ايه مع الديماند كيرف يبقى الكونسيومر سيربلس وستاكس بوجود ضريبه هيكون فائض المستهلك هو ايه مثلث ايه ويكون فائض المنتج بروديوسر سيربلس هو المثلث اف اللي تحت مع السبلاي كيرف طيب ويكون التاكس ريفينيو هو ايه قلنا مع بعض اللي هم الايه المستطيلين دول بي ودي تمام ده التاكس ريفينيو يبقى التاكس ريفينيو او عائد الضريبه بي بلس دي طب انا دلوقتي كمتخصص في علم الاقتصاد عايز اجيب ازاي توتال سيربلس توتال سيربلس هو كونسيومر سيربلس بلس بروديوسر سيربلس يبقى هنقول ايه بلس الايه التاكس ريفينيو فدي مهمه جدا 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 يبقى باخد ايه بقى نركز جدا باخد الايه مع البي مع دي مع الـ F يبقى هو ده الـ Total Surplus في الحالة دي. طيب ايه بقى الـ C والاي e دي مهمة جداً؟ Taxes reduce Total Surplus by C و-E. يبقى عندي المثلثين C و-E هو الجزء الذي تم اقتطاعه من الإجمالي أو الفائض الإجمالي بسبب الضريبة اللي قللت الـ Total Surplus أو الفائض الإجمالي بتاعي بمقدار C-E. يبقى بدل ما كان عندي الفائض الإجمالي A, B, C, D A B C D E F لا بقى A B D F ودي مهمه جدا 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 بسبب تطبيق الضريبه الحاجات دي مش قادر اقول لكم هي مهمه ازاي كفهم يا جماعه الفهم مهم جدا طب نبدا نشرح تفصيلي عن موضوع الديد ويت لوس يبقى هنقول دلوقتي ان الوزن الميت للخساره بسبب وجود الضريبه عشان نعرف effect اوف تاكس تاني او تاثيرات الضريبه هو سي و E هو ده الديد ويت لوس او دي دبليو ال وده سؤال مهم جدا في المسائل الاختياري الام سي كيو في الميد تمام يا جماعة كله مركز معايا يبقى أنا عندي دلوقتي الفائض اللي هو الوزن الميت للخسارة هو C و E يبقى مساحة المثلثين C و E ده بقى معناه إيه الـ DWL أو الـ Dead Weight Loss او خساره الوزن الميت اللي هو سي بلس هو إيه هو الانخفاض والانهيار في الفائض الاجمالي الناتج بسبب وجود تشوه او انبعجاج او تغير في شكل السوق بسبب وجود الضريبه التاكس تمام ودي مهمه جدا طيب نبص مع بعض هنا على about the dead weight loss عايزين نبدأ نشرح بتفصيل شوية على موضوع خسارة الوزن الميت هنتكلم مع بعض because the tax the unit between QT and QE are not sold بسبب أن الضريبة على الوحدات ما بين كمية الكوانتيتي بتاعت التاكس كمية اللي بتنتج من المنتج أو السلعة بسبب الضريبة وQE اللي هي الكوانتيتي of equilibrium أو كمية التوازن تمام اللي دلوقتي فيه دلوقتي units موجودة ما بين الكيوتي والكيو إي not sold لم تباع اللي هي الحتة دي يعني المسافة من كيو إي تي فعشان كده سمينا دي الديد dead weight loss يعني لو طلعت بخط كده طلعت بخط كده وطلعت بخط كده هلاقي فيه اريا ومساحة ما بين الاس supply والديماند ودي مهمة جدا أوكي طيب بعد كده هنتكلم على نقطة مهمة جدا وهي the value of this unit to buyers is greater than the cost of producing them وهي القيمة للوحدات إن للم... بالنسبة للمشترين is greater than the cost of producing them بيبقى أكبر يبقى القيمة بتاعت الوحدات اللي اشتراها المشترين قيمتها أكبر من تكلفة إنتاجها بي... عن طريق السبلايرز والإيه الموردين Allez les étudiants pour prendre les gâteaux de Macron français. Trop simple et délicieux. C'est la matière de macroéconomique, icône de son Je vous souhaite un ton agréable et intéressant, Dr Hussein.